سوبر اكسبريس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. باش نحكيوا فيها على عدد الجماهير اللي تم السماح لها بحضور مباراه النادي الافريقي والشباب الرياضيه بالعمران. باش نحكيوا زاد على اخر اخبار الميركاتو، باش نحكيوا على البيان اللي اصدر مهدي النفطي والبروبوزيسيون اللي جاتهم مع الجامعه التونسيه لكره القدم. ولكن البدايه كما كل ليله نتاع الشامبيونز ليج بالنتائج الخاصه برابطه الابطال الاوروبيه. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من الجولة الأولى من تشامبيونز ليج الأوروبية في ريناتو دالارا بولونيا، بعد 64 سنة تقريبا من أكتوبر 64 أول مباراة لها في البطولات الأوروبية في تشامبيونز ليج. تعادلت في ريناتو دالارا كما قلنا مع شختار دانييسك دون أهداف، على غرام ما شاركش في المباراة هذية. وسبارتا براغ، سبارتا براغ يفوز بنتيجه عريضه نوعا ما بما انه المنافس هو سالزبورغ، فاز عليه 3-0. مباراه هذه فيها رقم قياسي لفيكتور اولاتونجي النيجيري، هو ثالث لاعب من القاره الافريقيه يسجل ويعطي اسيست في نفس المباراه، في اول مباراه لي في الشامبيونز ليج بعد شكون، بعد نيك كوزان في 2007 مع رانجرز وسيرج جوغيي مع البي اس جي في 2015. في الباك دو برانس، بي اس جي في الدقيقة 90 يسجل هدف الانتصار، كان سجل نونو مونديس المباراة هذه وفات 1-0 ضد جيرونا. جيرونا أول مباراة لها في الشامبيونز ليج الأوروبية، وزاير إمري سجل رقم قياسي في المباراة هذه مع أنه أصبح ثاني أصغر لاعب يوصل ل 15 مباراة في الشامبيونز ليج بعد جود بيلينغهام، عمره 18 سنة و 194 يوم. جود بيلينغهام عمره 18 سنة و 148 يوم وقت اللي يوصل ل 15 مباراة في الشامبيونز ليج. المباراة هذه زادة غريبة فيها بما أنه البي اس جي سدد تقريبا 20 مرة على مرمى الجيرونا، سجل هدف وحيد، وفي المقابل جيرونا في شوط كامل ما قام بحتى تسديده، وتقريبا في المباراه اجمالا كان عمل 3 تسديدات فقط. كلوب بروج انهزم على ميدانه امام بوروسيا دورتموند 3-0. سلتيك في سلتيك بارك فاز على سلوفان براتيسلافا 5-1، ثاني مره يسجل على الاقل 4 اهداف في الشامبيونز ليج الاوروبيه بعد عامين، بعد 2001 وقتها كان ربح السلتيك، كان ربح اليوفي 4-3. والمباراة الأخيرة الاتحاد ستيديوم كنا ننتظر منها برشا، ولكن في الأخيرة قمة كانت صامتة بدون أهداف ما بين مانشستر سيتي والإنتر ميلان. نرجع لتونس، اليوم في مقر وزارة الداخلية تم عقد اجتماع لتدارس العلاقة ما بين الإعلام ورجال الأمن في التعامل في المباريات الرياضية وحتى مع الجمهور. اهم نقطه تقريبا من برشا نقاط هامه تلقاو الفيديو كامل على صفحتنا سبور باي موزايك وعلى موزايك فيم، لكن ثم نقطه هامه برشا تم تطرق ليها وقت اللي كان حاضر زميلي اسكندر ابراهيم وطرح السؤال على مدير اقليم بن عروس السيد عماد مماشه حول الويكلو. هذه الاجابه من مدير اقليم بن عروس السيد عماد مماشه، وزاد رساله كان وجهها للجروب المجموعات الخاصه بالفرق. بالنسبه لي احنا باش نحطوا مستمعين موزايك فيم في الاطار، هو جلسه على اساس هو نجاح مش تحضير بركه، هو نجاح الموسم الرياضي. انتم تعرفوا السيد وزير الداخليه والسيد كاتب دوله الامن والساده المديرين العامين حارسين على انه بالنسبه لي احنا هالويكلو هذا راه مش باش يكون موجود. احنا نحب عرس كروي، حتى المجموعات اللي قاعده تعمل في الشغب يزينا من الشغب، يزيد ايجا تفرهد، ايجا شيخ، ايجا شجع جمعيتك. ما وصلنا في مرحله انه الناس تتضارب في بيوت بعضهم، جمهور واحد على حرب زعمت شنو؟ او حي كذا وحي كذا، انتم جايين تشجعوا مهما كان لون الجمعيه ومهما كان لون الفريق الرياضي، احنا في الاخر بالكل عايشين في تونس. المدرب مهدي النفطي اللي كان بروبوزي باش يكون مساعد مدرب لفوز البنزرتي اليوم اعلن رسميا عن طريق المحامي نتاعو الاستاذ عبد الله الجلالي عن نهايه العلاقه التعاقديه. بيان كان اصدره المحامي باسم المدرب، خلينا نحكيو ساعه على اقتراح جديد اللي كانت قدمته الجامعه التونسيه لكره القدم لمهدي النفطي. كانت اقترحت عليه كونه ياخو يدرب المنتخب الوطني للمحليين اللي يستعد للمشاركه في التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا للامم للمحليين اللي باش تلعب في فيفري الجاي في 3 دول، تنزانيا كينيا وأوغندا. ولكن يبدو كون مهدي النفطي بعد تقريبا نهار او اثنين 24 ساعه او 48 ساعه على اقصى تقدير من التفكير ارفض الاقتراح هذا. البيان شنو فيه برشا حاجات، ولكن اهم نقاط هو كون المحامي عبد الله الجلالي استاذ عبد الله الجلالي اعلن رسميا عن انتهاء العلاقه التعاقديه بين مهدي النفطي والجامعه التونسيه لكره القدم بصفه نهائيه ودون ايجاد صيغه صلحيه لفض النزاع القائم، وذلك لضحاله المقترحات المقدمه من الجامعه. ديما نحكيو على بيان اصدره محامي اللاعب مش اصدرته
الجامعة، تنجم الجامعة ترد في أي وقت على الموضوع هذا. البيان يجي بعد اجتماع دار ما بين المحامي ممثل المهدي النفطي والجامعة التونسية لكرة القدم. ثم نقطة أخرى رابعة هي موجودة في البيان هذا، قال يأسف للمهدي النفطي، يأسف لتعرضه لمعاملة سيئة من الجامعة التونسية لكرة القدم، ويستهجن خاصة تعرضه لحملة ممنهجة من منظومة مهتزة نجحت في إعادة التشكل وجندت أبواقها المشبوهة لإقصائه، وذلك بالإفتراءات الكاذبة وحتى بالاستهانة بشهائده وبسيرته الذاتية ومسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب في البطولة الإسبانية المحترفة الثانية. نعرفوش أستاذ عبدالله الجلالي شكون يقصد، ولكن المهم هذا ردوا على يمكن رد بعد ما صار الاجتماع مع الجامعة التونسية لكرة القدم. رسميا إذا مهدي النفطي يرفض المنصب متاع مدرب لمنتخب الوطن المحليين، وفي نفس الوقت يغادر رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم. الاتحاد الرياضي المنستيري أنهى اليوم تحضيراته قبل السفر إلى الجزائر، وين باش يواجه نهار السبت لمسية في ملعب علي لابوانت في العاصمة الجزائر. المباراة الذهاب كانت وفات واحد بلاش. هذا محمد أمين الصيادي الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنستيري يحكي على ظروف المقابلة، على الجماهير اللي باش تتحول، وأكثر تفاصيل بطبيعة في ميكرو زميلي سامي اسطنبولي. يمثل كرة القدم التونسية في كأس رابطة الأبطال الإفريقية الاتحاد الرياضي المنستيري يتجه نحو الجزائر العاصمة إن شاء الله غدوة، بداية من ماضي ساعة من مطار حبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، باش تكون فما حصة تدريبية أولى إن شاء الله غدوة 8 إن شاء الله متاع الليل. كيف نهار الجمعة باش تكون فما حصة تدريبية 8 متاع الليل في توقيت المباراة الأولى، باش تكون في الملعب الفرعي، الثانية باش تكون في الملعب الرئيسي إن شاء الله، ولا المقابلة باش دور 8 متاع الليل نهار السبت. بالنسبة لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري بدأت رحلتها من البارح وقت البارح واليوم زاد كيف عن طريق الحافلات، عن طريق وسائل النقل الخاصة، زاد القطار، المهم انه يوصلوا ويأزروا ان شاء الله، يوصلوا سلامات ويروحوا فرحانين ويروحوا لباس، هذيك اهم حاجه، وان شاء الله يروحوا بالانتصار من جزائر العاصمه بالفتح ان شاء الله. حظ سعيد لممثل الكره التونسيه الثاني في رابطه الابطال الافريقيه، ولا الاول كما تحبوا انتم، اتحاد الرياضي المنستيري والترجي التونسي، والمباراه هذه باش تكون منقوله على الوطنيه الثانيه نهار 6/8 متاع الليل. ومثلنا الآخر في رابطة الأبطال الإفريقية، ترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن طرح تذاكر خاصة بمباراته ضد ديكي داها. بطبيعة الفيراج باش يكون مخصص للناس اللي عمرها فوق 18 سنة. في المقابل طرح تذاكر خاصة بالبلوز فقط، سعرها سعر موحد 15 دينار نهار الخميس ونهار الجمعة، يتم بيعها من 10 حتى 5 متاع العشية في شبابيك البارك بي. وفي النادي الإفريقي تم اليوم الاتفاق بعد الاجتماع الأمني على منح 25,000 تذكرة لمباراة النادي الإفريقي ضد شبيبة العمران. المباراة هذه نهار 22 سبتمبر في ملعب حمادي العقبي بيرات، 25,000 تذكرة باحتساب أصحاب الاشتراكات. وفي السيابية تم اليوم التواصل الاتفاق مع اللاعب زياد العلوي اللي ليبر من بعد ما فسخ العقد نتاعو مع نادي النصر بنغازي. لاعب سابق الاتحاد الرياضي المنستيري أمضى أو باش يمضي في الساعات القادمة عقد مدته زوز مواسم. في المقابل زاد اتفاق مع المهاجم مومار ديوب سايدي قادم من جينيراسيون فوت السنغالي مواليد 2023 21 سنة باش يمضي عقد 3 سنوات. وإدارة مستقبل جيبس أبر مثل اليوم عقد مع الحارس السابق لأمل جربة وهلال الشابة علي الفاطمي زوز مواسم. عزيز فلاح زاد كيف أنضى مع الفريق عقد إعارة لموسم ثاني بعد ما كان عمله في إعارة زاد من الترجي الرياضي التونسي. المدرب سفيان الحدوس يتقدم اليوم بشكاية للمحكمة الإدارية بعد إقالته من تدريب القوافة الرياضية بقفصة قبل بداية الموسم. الحدوس يطالب بتطبيق قانون الجامعة التونسية لكرة القدم اللي ينص على منع الأندية من التعاقد مع أي مدرب جديد في صورة عدم خلاص مستحقات المدرب اللي تمت إقالته. هذه أول مرة نسمع بها، وبالتالي تشوفوا القانون باش يطبق في الكا هذا ولا لا. إن الشاهد كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزيكا فام.